مشاهدينا الكرام، وعن استمرار التظاهرات في إيران ضد النظام ينضم إلينا عبر سكايب من بروكسل الكاتب السياسي والأحوازي الأستاذ أحمد مطير. حياكم الله أستاذ أحمد. حياك الله أستاذ الفاضل. بداية، النظام في طهران قام بحل شرطة الأخلاق في محاولة منه كما قيمها مراقبون لتهدئة الشارع، هل تعتقد بأن غضب الشارع سيمتص عن طريق هذه الخطوة؟ طبعا أنا لا أجد أنه هو تنازل من السلطات الإيرانية إلغاء شرطة الأخلاق بقدر ما هو خلوا التزاماتها تجاه المؤسسات الدولية، بما أن في هناك ضغوطات كثيرة على السلطات الإيرانية والقمع الذي تمارسه باسم تحت عنوان شرطة الأخلاق، فإنها جاءت بإلغاء شرطة الأخلاق لكي تقول نعم نحن عاملنا بهذه الطريقة مع شرطة الأخلاق، ولكن نفس أعضاء أو أشخاص الذين يعملون في شرطة الأخلاق هم الآن تجدهم متواجدين في القوى الأمنية الأخرى للسلطات الإيرانية، وبكل تأكيد إلغاء شرطة الأخلاق وأي يعني حدث آخر ممكن أن تتنازل عنه السلطات الإيرانية سوف لن ينهي هذه الاحتجاجات، لا بل إنما سوف يزيدها، لأن الشارع هذه هي النقطة التي أود أن أطرح بها سؤالا لو سمحت. هل المشكلة في إيران هي مشكلة الشعب مع شرطة الأخلاق؟ بكل تأكيد لا، بكل تأكيد، لأنه يعني البعض يجد أنه الأحداث الموجودة داخل ما تسمى إيران هي بسبب فقط حقوق المرأة، وهذا خطأ جدا كبير، لأنه إذا ما نظرنا إلى الأحداث طيلة 44 سنة الماضية نجد في أن هناك مشاكل جمة وكبيرة داخل ما تسمى إيران الذي يعاني من عندها كل فئات المجتمع في ما تسمى إيران، حيث أنه في هناك شعوب غير فارسية وفي هناك شعب فارسي هو نفسه يعاني الويلات جراء النظام الحاكم داخل طهران المتمثل بولاية الفقيه المجرم خامنئي. فنجد أنه طيلة 44 سنة مارست هذا النظام كل أنواع الجرائم والإرهاب بحق كل مواطن داخل هذه الجغرافية، ونجد السجون مليئة، نجد الإعدامات مستمرة بشكل كبير، وخاصة أنه نعرف يعني حسب الإحصائيات التي تعطيها المنظمات الدولية أن النظام الإيراني يمتلك أكثر وكاد بعد الصين كمثال بسيط، وإذا ما قايسنا العدد طبعا العدد السكاني ما بين الصين وما بين إيران نجد إيران هي الأولى، فنجد إيران دائما الثانية على مستوى العالم. طيب، النظام في إيران اتهم المتظاهرين بالعمالة إلى الخارج وتحديدا إلى إسرائيل كما وصف. هذه الأساليب إلى متى ستستمر؟ أليست أساليبا تشيطن التظاهرات أكثر؟ أليست هذه الأساليب تزيد من غضب الشارع الإيراني؟ لا شك من هذا الشيء، لأنه يعني إذا ما نظرنا إلى الأحداث داخل ما تسمى إيران خلال اليومين الأخيرات نجد أنه الأحداث بشكل متصاعدة، وأيضا الآن يعني استمرت بأشكال مختلفة، منها خروج بالشارع كما هو المحتار، ومنها بطرق أخرى ومختلفة، وأهمها هي الاعتصامات والإضرابات، الإضرابات العامة إن كانت على الدوائر الحكومية وإن كانت على المحلات التجارية. نجد أنه في هناك اعتصامات وإضرابات تشل الاقتصاد الإيراني بشكل كبير، وهناك اليوم كان هناك تدخل من قوى الأمن تطلب من أصحاب المحلات أن ترجع وتفتح محلاتها بسبب الوضع المتأزم واللي تمر به السلطات الإيرانية خلال الفترة الحالية. فهذه الاتهامات التي تمارسها السلطات الإيرانية ليست جديدة ولن تكون الأخيرة، لا بل إنما مارستها دائما من أجل عدة أسباب، وهي أهم سبب هو إرهاب المنتفضين والمتظاهرين، وثانيا من أجل أنه تحرف الأحداث عن طريقها مما هي موجود، وحاولت يعني بشتى الطرق. إيران النظام في إيران يتهم الشعب بأنه عميل لإسرائيل، يعني هل هناك أصلا مشكلة بين النظام الإيراني وبين إسرائيل؟ أليست إيران تقدم الخدمات الجليلة للكيان الصهيوني في المنطقة؟ ألا يعدون حلفاء في الظل؟ الخدمات التي قدمها النظام الإيراني للكيان الصهيوني لن يقدمها أي واحد طيلة هاي 44 سنة الماضية. إذا ما غايسنا
بين الخدمات التي يقدمها النظام مع كل الأنظمة الأخرى وأي شكل من الأشكال الأخرى. إذا ما شاهدنا نجد أنه الآن بسبب عداء أو ما يتمثل بالعداء الإيراني لإسرائيل، نجد أنه في هناك انفتاح أكثر على إسرائيل، وهذا ما تريده إسرائيل والكيان الصهيوني وما يريده النظام الإيراني هو نفسه. وبالواقع خلق النظام الخميني داخل المنطقة هو لهذه الأسباب ولهذه الأمور. فنجد أنه بالفعل كما ذكرت حضرتك أنه النظام الحالي، النظام القائم الموجود يخدم هذا النظام أو الكيان الصهيوني بشكل كبير، وهذا ما يريدونه منه بالواقع. حتى أيضا عدم التعامل بشكل المطلوب من قبل الكثير من الجهات الدولية هو بهذا السبب، لأنه لا يريدون لهذا النظام أن يتغير بشكل سهل. طيب، منظمة هيومان رايتس ووتش قالت أن النظام في إيران يدعم قراصنة لاختراق حسابات النشطاء والصحفيين. ما الهدف الذي تسعى إليه الجهات الحاكمة في إيران بهذه الخطوة؟ بهذه الخطوة هي تريد أنه أولا تعرف من هم يحاولون نقل الأحداث ونقل المعلومات إلى المؤسسات الدولية وإلى الناشطين في المهجر. ثانيا زرع الرعب والخوف عند هؤلاء، وثالثا احتقالهم بكل تأكيد من أجل أنه تحد من إيصال المعلومة للمهجر. وكما تعلمون يعني بسبب عدم وجود أي صحفي وصحفي وغناء صحفي أو غناء تلفزيونية لأقول أخبارية إن كانت وغيرها داخل ما تسمى إيران، فبكل تأكيد النشطاء في المهجر يتكلون على ما تصلهم من معلومات من الناشطين في الداخل. فبهذه الطريقة تحاول السلطات الإيرانية حتى منع انتقال المعلومة عن طريق هؤلاء الأشخاص. طيب، المدعي العام في إيران أعلن مراجعة قانون إلزامية ارتداء الحجاب في الأماكن العامة. لماذا هذا التراجع برأيك؟ هل تعتقد بأن النظام في إيران يعيد دراسة فكرة ثيوقراطية أو واقع ثيوقراطية النظام، أي حكم رجال الدين؟ طبعا النظام حاول منذ بداية الأحداث أن يضع هذه الأحداث هي فقط في مجال موضوع المرأة. وحتى بعض ما يسمى السنوات الإيرانيات خرجاً بالشارع بشكل مبتذل خدمة للنظام لكي يقولوا على أنه نعم في المستقبل إذا ما سقط النظام سوف تصبح فتيات إيران بهذه الطريقة، وهذا ما يريد المنتفضين وهذا شيء خاطئ. بالنهاية هذا القانون الذي يتحدثون عنه هو بالفعل من أجل مص غضب الشارع، لأنه أعطوا فكرة على أساس أنه الأحداث الجارية هي بسبب فقط حقوق المرأة، فيحاولون من خلال هذه الشعارات ومن خلال هذه الحقوق البسيطة التي أصلاً لا يطالب فيها المواطن داخل ما تسمى إيران. لا بل إنما في هناك فئة ممكن من المجتمع الإيراني، لأن المطالب داخل إيران أوسع من هذا بكثير، أوسع حيث أنه كما ذكرت يعني قبل هذا المطالب واسعة ومطالب كبيرة ولا تتخلص في موضوع الحجاب وغير هذه المطالب. الكاتب السياسي والأحوازي الأستاذ أحمد مطير كنت معنا عبر سكايب من بروكسل، شكرا جزيلا لك.